راهو فما مجموعه من الشباب ولا من الجمعيات اللي قاعدين يخدموا على اقليات، يمكن فما هضم لحقوقهم ولا تناسي نوعا ما لاحتياجاتهم في مجتمعنا اللي هم الاشخاص اللي ذوي الاعاقه. مشروعنا هذا يتمثل في ورشات تدريبية وتكوينية للأشخاص ذوي الإعاقة في تونس وفي فلسطين. احنا كطرف ثاني شريك في المشروع هذا دونك نهتم بتونس، وفما الطرف الأول اللي مهتم في فلسطين وفي غزة والضفة تحديدا. مشروع هذا باش يكون فيه 5 ورشات تدريبيه و3 ورشات تكوينيه. اخر المشروع باش يكون نتاجه اللي هو كتاب مشترك بين المشاركين في فلسطين والمشاركين في تونس، اللي باش يكون كتاب يجمع لهم كتاباتهم، وايضا مساحه الكترونيه باش تكون متاحه لهم زادة باش ينشروا فيها الكتابات نتاعهم في كل وقت وللتعارف، وايضا باش يشاركوا في تجارب اخرى. وفما باش نقوموا باستضافات لكتاب من العالم العربي او ومن تونس، يعني كتاب معروفين وعندهم خبره. وجودي اليوم في مشروع كتاب مؤثرون يندرج ضمن تفعيل حق الحقوق المهم للأشخاص ذوي الإعاقة اللي هو حقهم في الثقافة. شخصيا نعتبر أن المشروع هذا نموذجي ممكن يحل باب الحق اللي هو يعتبر نسيناه وهمشناه وسبقنا حقوق أخرى اللي اعتبرناها أساسية على الحق ذي اللي هو حقنا في الثقافة وحقنا في أن ننمي ونطور قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في الإبداع، للكتابة، كتابة القصة، كتابة الشعر. للأسف أنه تلهينا في تونس بحكايات كيف الصحة والنفاذ والحاجات هذوما الكليكة، سبقناهم على حاجة اللي كان دور جمعية الناشطة في مجال الإعاقة ودور زاد وزارة الشؤون الاجتماعية، حسب مرة أنه وجوب ضرورة وجود اتفاقية اليوم مع وزارة الثقافة لتدعيم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيلها في الميدان الثقافي، اليوم يصبح ضروري. صعوبات كبيرة، يعني تعرف مسألة الحصار المفروض على غزة، وهو مش فقط حصار بمعنى أنه لا تستطيع أي شخص من الجمعية أنه يخرج من قطاع غزة غير بالظروف صعبة جدا. يعني في المرحلة الحالية بسبب إغلاق المعبر بشكل تام من جهة مصر، فمن المستحيل أن يجوا يعني، ونتمنى أن الأوضاع تتحسن طبعا، يصير في إمكانية للجمعية أنه أطراف عن الجمع يعني مدير المشروع مثلا يقدر يجي يزور ويطلع على المشروع، بس نحن بنقوم بكافة الجهود على أنه نصنع حلقة وصل. تعرف التكنولوجيا سهلت علينا كثير من الأمور، يعني كانوا بيحضروا معنا من خلال التليفون، التصوير بالتليفون، بسمعهم وبسمعوني وبنحكي مع بعض وبحضروا شو عم بيصير معنا. هو طبعا هذا غير كافي بطبيعة الحال يعني، أما الضرورة أحكام ونحن نضطر نتصرف بأفضل موجود عندنا. My life was torn like the wind blows, and never was wrong when you had my head.